شعاره والمحبة خيته واغلى وتاده في حياتك دسمة بحلى عبارة في حياتك دسمة بحلى عبارة أحلة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة نحلة يعني مهر وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي أموالكم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي لكم لكم أموالكم أموالكم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي أموالكم أموالكم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم والتي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. جزاك الله خير. سعود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منهم أو كثر وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت فلهن ثلث ما ترك
فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. جزاك الله خير. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين، غير مضار وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. كمل إحسانك. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. بقرأ الآية بحمود وتشوف شنو الأغلاط اللي موجودة عندك وشنو اللي صح. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. شنو الأغلاط؟ أول شيء ورسوله ويتعدى حدوده أنت تقول يدخله، وهي يدخله لأنها ساكن اللام. أيضا نارا خالدا غلط، هذه فيها ظهار، فنقول نارا خالدا على طول. يصير في وقف بينهم؟ لا،
نارا اي نارا خالدا كذي. مره ثانيه اعطني اياها. اقولها مره ثانيه عشان صحح تلاوتك. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وله عذاب مهين. وله عذاب مهين. الحكم بين التنوين اللي هو الباء والميم شنو يسمونه شباب؟ بين ايش؟ اللي هو الباء والميم. ايوه لا مو قلاب ادغام بغنه. التنوين ياتي بعد حرف الميم. حروف الادغام يا شباب يرملون في شقين، في ادغام بغنه وادغام بغير غنه. المينو او ينمو اللي هو هذه من هذه ادغام بغنه. اي تنوين يجينا بعد احد الحروف هذه يكون ادغام بغنه. اللام والراء بغير غنه، مثلا مرب ما اقول مرب متي فاهم؟ فاي مل مله مثلا ما فيها شنو الغنه. فادغام بغنه اللي هو شنو حروفها شباب؟ يرملو لا ينمو. واللام والراء حق الادغام بغير غنه مجموعين كلهم في شنو؟ يرملو. يرملو. جزاك الله خير. جزاك الله خير يا احمد. تفضل. واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. جزاك الله خير. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. وليد. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا
مفتوح اللام. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خير ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم كملا ولا دم؟ أي قريت آية لا؟ ها؟ بقى عليك آية؟ طيب. إيه. وإن أردتم استبدال زوج وإن أردتم استبدال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. جزاك الله خير. نقول إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. جزاكم الله خير. من أحلى الآيات هذه. من أفضل الآيات. عاد إحنا حافظينها لأن إحنا من ضمن تخصصنا. حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فلم تكونوا دخلتم بهن ولا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وتجمع من الأختين إلا ما قد سلف إنه كان غفورا رحيما. أدى خمس مرات بدون ما تخطي. لا سهلة ما بلا شيء. يا اتقوا الله. خطب ان شاء الله السنه هذه اني احفظ القران يا رب باذن الله يا رب. انا حافظ 10 اجزاء ما شاء الله. بس ان شاء الله من تحت طبعا الاجزاء ايه من جزء عما ثلاثه هذولي انا يعني الحمد لله يعني زي ما تقول ما ادري شو تسميها انت محققها. المهم اني مخلصها هذولي اكيد ترى شيء هذولي عاد الباقي زي ما تقول انها متفاوته. ثلاثة اجزاء هذولي كرمني عليها الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه. شلون كان تعال انت الشيخ عثيمين القصيم ايه الله يرحمه. نعم الله يرحمه كرمني فيها اخذت عليها مبلغات اخذت 3000 او شيء زي كذا ما شاء الله من عنده. هاي سنه هذه والله يمكن وانا بسادس ابتدائي لا بخامس ابتدائي بس عاد بالضبط ما ادري متى. كان نفسي الشيخ ابن عثيمين يا الله. الحمد لله يا رجل فيه ما شاء الله تبارك الله ناس كثر مثل ابن عثيمين وافضل حاليا يعني صح الان طلابه بشكل عام الشيخ سامي صقير
الشيخ سامي صغير صار لي معه موقف ذكرته. اشتغلت مع نفس مؤسسة الشيخ ابن عثيمين، فمن ضمن الاتفاقين اني بصور المشايخة، من ضمنهم الشيخ المصلح وصغير، هم اهم اثنين انا كنت بصورهم لانه كانت في شيء بيشتغلون على علمهم. جيت انا وببسط مسجد الشيخ ابن عثيمين لانه يلقون دروسه الى الان على نفس الجلسة القبلية، ايوه نفس جلسة الشيخ ابن عثيمين، اخشبها صغيرة هذه والمفرش اللي فوق نفسه بالضبط، ما في شيء اختلف. اروح اشوفها بعد؟ الى الان تقدر تشوفها. فرحت ثبتت الكاميرا والناس تطالع وانا هادر وضع فري ثبت. يوم ذا مرة يأشرني، جيت لما قلت له سم، قال قلت والله انا جاي من المؤسسة، قال حاول خمس دقائق وتروح. قال والله شوف ما أعرف ألقي درسي وأنت وهذه قدامي توحش. هذا الشيخ من؟ سامي صغير. إيه؟ حاول إنك يقول الدرس ما أعرف ألقي. تلاحظ أنت مقل وقليل ما يطلع في الكاميرات، دائما يقول إذا شافني يقول أعوذ بالله من اللي بيدك. الله كيف نشاركم ها؟ إي والله أعوذ بالله من اللي بيدك. الشيخ سامي صغير وهو أقرب الناس لشخصية الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه، هو أقرب واحد له. أنا أظن مريه إمام المسجد. مريه جنازة الشيخ ابن عثيمين ولا الشيخ ابن باز؟ كم صوره؟ آلاف مؤلف. كلهم ما شاء الله تبارك الله. حطوها. أتذكر كان في فيلم كنا نشوفه مشط ومشاطة شيء كذي. كان شوف على يومنا كنا صغار يرونا مال الحوادث سوالف هذه. كنا نخاف والله عاد أسبوع ما ننام. صدق يحطون الحوادث اللي تصير وتقطعون وتنتفون. أعوذ بالله. يعني في المسجد قبل الطلاب يجمعوننا احنا. لأن كانت الأيام أول. إيش الحكمة يعني؟ لا عن تهور المخدرات. إيه بس بزرين أنتم يعني. يوم يحطونها أن السيارة تقلب وكذي. ما يبين يسوون دخان كذي يعني، مش اللي يروي كل هذه. بس كنا نشوف يعني نعرف نفهم إن تكحيص وتنتفون الناس أو دش سيارة بين متجمهرين وضف العالم. أيوة. فأقول لك كنا ننام أول ما توظفت، هاي أيامنا، أول ما توظفت بوزارة التربية أعطوني ابتدائي قبل لا أستلم الثانوي. درست ابتدائي تقريبا ستة أشهر نصف فصل أماري فصل أحط لهم هذه، والله العظيم ولا حياة المتولد هذا الوضع كذي حاطة عادي يشوفون ولا يشوفون أكثر من هذه. بالله حط لنا المقطع، ما شفت السالفة الفيلم الفلاني يا طلع أمور طيبة، بالعكس يعتبر عندهم هج ولا شيء حلو أكشن. إيه شوف وإحنا على يومنا شلون كنا، أقول لك أسبوع ما ننام عادي. كم سؤال اليوم على أيامنا كم تقعد قدام التلفزيون؟ أنا إيه؟ ما يمكن ما تذكر التلفزيون أصلاً. أنا فعلياً ما أذكر التلفزيون، يعني ما كان عندنا رسيفر أصلاً، رسيفر ما كان عندنا، ويعني كان اللي عندنا التلفزيون مختبين فيه، شارين أبوي تلفزيون في فيديو جاي مدمج مع فيديو، وكانت الأشرطة أو كان التلفزيون بالنسبة لنا هالفيديو هذا. لكن ثلاث أرباع يومنا كان يروح لعب أو ننشغل بالأشياء زي كذا، القصص كنا نقرأ قصص.